الدولي أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام كما كان في استقبال يده الله صاحب السمو الأمير محمد بن عبد الله بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن جلوي وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي